لكن من القرارات التربوية قبيل السفر المدير الفني الفرنسي كارتيرون استبعد أحمد حمدي لأسباب تخص عدم تنفيذ التعليمات الخاصة بالجهاز الفني. دي آخر الأخبار يا باشمهندس، عندك تعليق قبل ما أسألك السؤال المهم؟ لا، عايزين نعرف من هناك ايه الاوضاع، لان في امور تانية هنرجع لها. لسه بنتكلم على الاعلام والدور جاي، وكمان كنا بنتكلم في الفاصل من اهم وسائل ومسؤوليات الجماهير. كنت بتقول لي وانا بقول لك انها هو دي في لحظه خروجه من التمرين ولا ايه؟ لا، دي لقطات عامه. دي ملهاش علاقه بالحدث، ملهاش علاقه بالموقف. طيب احنا ان جمهوره بدل ما يلتفت انه يقعد يمشي وينتقد ويدي فرص للخصوم انها تتصيد لنا بجماهيرنا، لا، يبقى داعم لقرارات المجلس، وهو متاكد ان المجلس سوف يكون حريصا على الاهلي وتقاليده.